قام رئيس وقضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بزيارة تفقدية إلى لجنتي الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية. والتقى رئيس وقضاة اللجنة العليا خلال زيارتي رئيسي اللجنتين الإشرافيتين والكوادر الوطنية المساندة والعاملة، ووجهوا الجميع لبذل أقصى الجهود اللازمة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين خلال الفترة المتبقية لعرض جداول الناخبين، والتي تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من سبتمبر الجاري. كما التقوا خلال زيارتين بالمواطنين الذين راجعوا اللجان الإشرافية واستمعوا إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم. وقد أعرب المواطنون عن شكرهم لما لقوه من تعاون ومساندة من قبل كافة العاملين في كلا اللجنتين الإشرافيتين. طبعا الزيارة للجنة الإشرافية في المحافظة الجنوبية، حرصت اللجنة العليا بمتابعة الآليات والإجراءات التي تقوم بها اللجنة في استقبالهم للناخبين للتحقق من وجود أسماءهم في كشوفهم. ولله الحمد هناك مراجعين، وهناك عدد كبير من تقدم عن طريق موقع اللجنة التنفيذية، والآلية تتم في إجراءات سريعة وسلسة. المرحلة اللي احنا فيها حاليا هي مرحلة جداول الناخبين أو عرض جداول الناخبين. هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل في العملية الانتخابية، اللي ترتب عليها إعداد جداول الناخبين، وتصبح الجداول بعد ذلك نهائية بعد ما تخلص فترة الطعون فيهم. فترة عرض الجداول مثل ما قلنا هي الأساس اللي بينبني عليها الأشياء كثيرة، هي الأساس اللي بينبني عليها حتى المترشح لابد أنه يكون ناخب. المدة هذه حصلنا فيها على إقبال كبير في الحقيقة، فوق أكثر من 124,000. هذه مؤشر جيد على أن العملية الانتخابية ماشية بالطريق الموازي لوعي المواطن، وهذه فضل من الله سبحانه وتعالى وتضافر الجهود في المجتمع البحريني. بالنسبة حق الإحصائيات تبين أن عدد الشباب في هذه الانتخابات اللي بيوصلون السن 20 وهو السن المقرر قانونا للانتخاب تقريبا 50,000، وهذه غد مشرق لمملكة البحرين.